البعض يقول، بعض المفسرين يقول سورة البقرة هي سورة إثبات الحقائق على مستوى التوحيد وعلى مستوى النبوة وعلى مستوى الإمامة، يعني خلافة آدم وعلم آدم ثم عرضهم، يو آية الكرسي والتوحيد الله لا إله، يو قصة طالوت والإمامة إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يو آية إمامة إبراهيم إني جاعلك للناس إماما. فهي سورة إثبات المعتقدات على مستوى التوحيد على مستوى العدل على مستوى النبوة وعلى مستوى الإمامة وعلى مستوى المعاد. أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن. هاي سورة البقرة، فهي سورة إثبات شنو؟ العقائد. يقول وسورة آل عمران هي سورة رد الشبهات التي أثارها النصارى على رسول الله صلى الله عليه وآله. انتبه لي. سورة رد شنو؟ الشبهات. أنا شنو جابني على هاي السورة وذيك السورة؟ جابني هذا اللي أرد أقوله، أنه الأمر الثاني أو الطريق الثاني بالجانب الأول الإعلامي المرتبط بالنبي شلون يبين مقام الزهراء، المسار الأول كما عبرنا عنه. باوع اللي انتبه لي. إجوا النصارى لرسول الله صلى الله عليه وآله قالوا له يا محمد قرآنك مو يقول عن عيسى أن الله تعالى نفخ، مو شيء، مو نفخ وما نفخ، أي نفخ، فهو جزء من الله من نفخة الله. يعني شبهات بهالطريقة هاي طرحوها، يو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو هو مو فقط عيسى عليه السلام رب العالمين، يعني أرسل ملك ونفخ وكذا، هو كل إنسان رب العالمين هم شنو نفخ فيه من روحه، يعني مو معنى أنه حل فيه والعياذ بالله، ما نقبل لا بالاتحاد ولا بالحلول ولا بغير ذلك. هسه هاي مصطلحات تحتاج توضيح، بس بصدق أقولكم إذا أدخل بهتش أبواب البحث راح يصير شوية معقد بصعوبة، هاي التفاعل مالتكم راح يعوفني يروح، ولهذا ما أحب أدخل بهاي شرح هاي المفردات الاتحاد والحلول ومن وقع في ذلك وإلى آخره، وما أحب أدخل بهاي التفاصيل، مو مكانها المنبر ولا مجالها المنبر، مجالها الجانب الدرسي العلمي. شباب وياي لو عافوني وياي زين، طرحوا شبهات على رسول الله، النبي هم جاوب عليه صلى الله عليه وآله. آخر شيء ها قالوا له أنت قرآنك مو، مثلا الشبهات اللي طرحوها قالوا له قرآنك مو يقول عيسى إجا من دون أب، وليجي من دون أب يعني إله، لأن البشر العادي يكون يجي من خلال أب. رد عليهم القرآن قالهم آدم إجا من أبي ومن دون أب، جاء آدم هم إله. هاي إن مثل عيسى كمثل شنو عند الله كمثل آدم، آدم هو هم من دون أب، ليش ما تعتقدون بألوهيته؟ إذا عيسى من دون أب فقط فآدم من دون أب ومن دون أم، وهناك أولى يصير إله من عيسى. رد الشبهة وما ردها، ردها انتبه لي. ها آخر شيء النبي قالهم يا أبي آخر الدواء الكي، العرب تقول في أمثالها آخر الدواء الكي، تعالوا أوقفوا أمامي بكرة نطلع جيبوا التردوه وأنا أجيب الأريدهم ونبتهل إلى الله فينزل لعنته وعذابه على الكاذب فينا. انتهى الموضوع، نحسم الأمر بالمباهلة. يجي السؤال، بإجماع المسلمين حتى على مستوى ابن تيمية، بعد أكو أكثر واحد عنده حقد ونصب على أهل البيت مثل ابن تيمية؟ هو ماكو بتاريخ المسلمين رقم واحد ابن تيمية بالنصب والحقد على أهل البيت، حتى على مستوى ابن تيمية أيام يعترف بها، يقول المباهلة النبي طلع منو 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 علي
فاطمة، حسن، حسين، وقال إذا دعوت فأمنوا. الله أكبر، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وآله يستجاب بتأمين الصديقة الكبرى عليه السلام. زين النبي لما يطلعهم أمام بالمدينة ويطلعهم أمام الناس، هاي بيها جانب إعلامي وما بيها جانب إعلامي، يدل على فضلهم وما يدل على فضلهم، على مقامهم، على منزلتهم، على قربهم من الله تعالى، بحيث يأمنون على دعاء سيد الخالق فيستجاب الدعاء، وهم يصيرون الشاهد الأبرز لأحقية الإسلام وما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وآله. هاي أخوة أمام المسلمين بجانب إعلامي، وأمام النصارى كذلك، وأمام الجميع. هاي الطريقة الثانية اللي بيها جانب إعلامي، حتى النبي يبين من خلالها مقام وفضل السيدة الزهراء عليها السلام ومن معها. طبعاً هذا كبير النصارى حسب الظاهر كان يفهم، يفهم، قالهم محمد إن جاءنا بأهل بيته فلا تباهلوه، فوالله لن يبقى نصراني على وجه الأرض، وإن جاءنا بغيرهم فباهلوه. لما شاف النبي جايب فاطمة وعلي وحسن وحسين، حسن وحسين بعدهم صغار، 4 سنين 5 سنين 3 سنين لعله، أطفال يمشون يا أمهم فاطمة الزهراء، شلون جمال، كأنهم محمد صلى الله عليه وآله، جمال محمد سيد الخلق ونور رسول الله صلى الله عليه وآله، لحم النبي، دم النبي، عظم النبي، عمامة النبي، ملابس النبي، هالجمال أمهم تمشيهم، أمير المؤمنين عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء فداها أبوها، أم أبيها، فداكي أبوك. كبير النصارى قالهم محمد جاءنا بوجوه لو دعت الله على الجبال لأزالتها. شوفون هاي الجبال، إذا هذول يدعون على الجبال مال الأرض يشيلوها من مكانها، مو النصارى، لا تباهلوا، اقبلوا باللي يريده وحافظوا على أنفسكم. قالوا له يا محمد تقوله صح، وافرض علينا الجزية وإحنا بخدمتك، مباهلة من تباهل وياك. هنا من اللي صار، من هو اللي صار شاهد على أحقية الإسلام؟ فاطمة الزهراء مع مولى الموحدين ومع سبطي الرحمة عليهم السلام جميعا. هذا طريق شنو؟ إيه ثاني بيا مسار أول، طريق ثالث بالمسار الأول.